أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: ما حكم لبس الجلال مع الغطاء للوجه؟ فنحن في قرية، في البيوت أو مشاوير قريتنا متعارف عندنا الجلال مثل الشرشف للصلاة، لكنه قصير. هذا طيب أنها تحتجب وتستر وجهها وأطرافها، ثم تلبس فوق ذلك العباءة أو الجلال الكبير. هذا من الاحتياط والستر الكامل، هذا مما يحمد للمرأة المسلمة. نعم.